حيوان الماعز من فئة الثدييات شعبة الحبليات. سلوك الاغتذاء: الماعز تتميز عن باقي الحيوانات المزرعية بأنها تفضل التغذية على أوراق النباتات الغضبة، هي عادة ما تتغذى لمدة 11 ساعة. الماعز متأقلم جيدا لتناول كميات محدودة من الماء وكذلك لنقص الماء لفترات قصيرة. سلوك رعاية الصغار: بعد وقت قصير من الميلاد يبدأ الصغير في البحث خلال جسم الأم عن الحلمات. صغار الماعز إذا ما تم عزلهم أو حبسهم أو حدث أذى لهم تصدر صوت متقطع يدل على وجود مشكلة، نداء استغاثة. سلوك السيادة: تلجأ التيوس إلى فرض سيادة نفسها على القطيع عند بدء تكوينها وذلك عن طريق التناطح. السيادة بين الذكور تنتج عنها انتخاب ذكر قائد والذي يعد نفسه مسؤول عن سلامة القطيع وتلقيح الإناث. الذكر السعيد يسلك سلوك عدواني خلال موسم التلقيع. سلوك المعيشة: تميل الأغنام والماعز إلى المعيشة الجماعية بطبيعتها وتقاوم العزلة، وهذه الخاصية تلائم الأغنام والماعز كحيوانات رعى، وفي حالات الخوف تتجمع الحيوانات معا في مجموعة واحدة. أما الحيوانات التي تنعزل عن بقية القطيع فهي تكون غير طبيعية أو مريضة. السلوك الجنسي: يبدأ الذكر في إخراج صوت معين ويلاحظ أن الذكر يخرج لسانه خارج فمه ويدخله مرة أخرى، خلال هذين المرحلتين عادة ما يكون شديد التهيل، وبعد ذلك يبدأ في شم ووضع أنفه في فتحة الحياة للعنزة بينما هو يعمل بصورة متقطعة على حك جسمه بجانب جسم العنزة.